في أمام الصراع الحاصل على تشكيلة حكومة السوداني، هذا الصراع هل سيؤدي إلى تشكيل حكومة؟ ودلالة هذا الصراع سريعا. اليوم الحكومة تصارع على المناصب وعلى الوزارات وعلى المكاسب. اليوم ما في شيء اسمه انسداد سياسي، هذا مو صحيح. اليوم هم كلفوا السوداني، والسوداني هو الولاية الثالثة للنور المالكي، واليوم هذا العامري هو تارك الداخلية ويتفاوض على النقل، وراح يتفاوض على النفط وراح يعطوه النقل، مفاوضات بيناتهم ومكاسب وبيع وزارات، هذا الواضح على الساحة. انت تريدني اتكلم بطريقة سريعة؟ هي الطريقة السريعة، لان يا ريت عندنا مجال نتكلم بطريقة اوسع. سيدي اليوم احنا اليوم مبيوع العراق كله، الوزارات اليوم كلها على بالمزاد، يعني كذوبة ان السوداني يختار، ينطوه كذا ثلاث اربعة من الوزراء ويقول له اريد هذا وروح رشح هذا، واذا ما ترشح احنا راح ننسحب. ولذلك انا غردت وقلت قد تكون بعد ساعات يعني مجموعة من الاطار ينسحبون، كان هو هذا العامري قال بعد ساعات احتمال، احنا طبعا من خلال علاقاتنا وتليفوناتنا وياهم احتمال بعد ساعات ننسحب اذا ما طول النقل، الظاهر وافقوا على انه يطول النقل. فالقضيه قضيه بيع العراق، بيع الوزارات، بيع كل ما يملك العراق، تكاتف. اليوم نور المالك مصمم لذلك بدر عاف الداخليه، لان المالك مصمم على ضرب التيار الصدري بصوله اخرى بعد ما يعني يصوتون على 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 حكومه السوداني. لذلك العامري يخاف التيار الصدري وما يريد يواجه التيار الصدري، لذلك تنازل هو عن الداخل. هاي كلها اتفاقات، لكن ما اعتقد راح يكون التيار الصدري او تشرين او العراقيين كل يعني بكل شعبنا العراقي ما اعتقد راح يكون يعني ساكت على هاي المؤامرات اللي جاي يصيغها نور المالكي بولايته الثالثه، ولا اعتقد الشعب العراقي راح يبقى راضخ للفاعل الايراني بالعراق، ما اعتقد راح يبقى اليوم. تمام، وصلت تماما استاذ عبد الرزاق. معاون الجهاد لهذه العاملي. للحديث تتم للحديث تتم استاذ عبد الرزاق، حقيقه معك لابد من حلقه كامله معك استاذ عبد الرزاق، الحياه اللي شرفتنا، اهلا ومرحبا بك. استاذ محيي اختم بما تريد. يعني يوم غد، أنت سألتني سؤال قلت أين تشرين، أين الحركات الناشئة، أين الأحزاب المدنية من ما يحصل في العراق وأمام المحاصصات والبيع والشراء الحاصل الآن في الوزارة؟ بالطبع. هل يمكن قلب الطاولة على العصابة الحاكمة؟ بالتأكيد، لكن الآن الوضع لا يتحمل. طرفي الصراع في العراق في المشهد هم الإطار التنسيقي والتيار الصدري، كلاهما شريكين في السلطة منذ عام 2003 وحتى اليوم. خروج الآن المحتجين في عملية ضغط لإفساد ما يحصل من عملية تشكيل حكومة باتجاه أحد طرفي الصراع، ستذهب بهذه الحالة النقية التي أعادت الأمل للعراقيين وتجعل من أحد طرفي الصراع يمتطيها. عدم السماح بالانزلاق بهذا الاتجاه هو الذي يجعلنا ننأى بأنفسنا في هذه الأيام، لأن طرفي الصراع يحاول أن يمتطي صولة الشارع، نهضته، فأي حالة ممكن لها ليسوقها سياسيا. نحن نخشى من الاستغلال، يمتلكون المال، المؤسسات الإعلامية، يمتلكون موارد الدولة بالمجمل، وهم يحاولون تسويق أي حالة موجود في الشارع لصالحهم. لن نسمح كقوى احتجاجية وقوى تغييرية ومدنية بمحاولة أحد طرفي الصراع استقطاب هذه الفكرة النقية التي أعادت للعراقيين الأمل في أن صوتهم لا يزال مسموع، وأنهم قادرين على إحداث فرق في بلدهم، وأن ما يحدث من قبل النفعيين الوصوليين يستنزفون طاقة هذا البلد ويستنزفون شعبه بالاستمرار في هذه المحاولة اليأسة. شكرا جزيلا لوجودك معنا رئيس حراك البيت العراقي محيي الأنصاري، شرفتنا في استديو التاسعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.